عارف انا يعني في يوم كان في حفله كان فيها الاستاذ ابراهيم الحجار وفيها حضرتك وفيها الاستاذ احمد الحجار، وقفتوا انتوا ثلاثه على المسرح، اسره جميله جدا، قدمتوا شكل جميل جدا من اشكال الفن. عارف اول انطباع جالي ايه؟ فين امهم؟ انا كنت عايز اعرف هل هي كانت في البيت ولا كانت موجوده في الحفله ساعتها؟ لا، كانت في البيت بتتفرج وعشان لوحدها. تسجل. لوحدها. نفسي اعرف كان احساسها ايه وهي شايفه عيلتها، يعني عيلتها قدامها، الراجل اللي ظلم طويلا، الناس كلها بتستقبله الاستقبال الرائع اللي استقبل بيه، ابنها المقرب الحنون على المسرح، ابنها الاخر كمان بياخد فرصه كبيره ان الناس بتسمعه كويس، تسمعه بجد. احساسها اعتقد كان مهم جدا الناس تعرف. هو انا يعني ما تنبهتش لده او ما عرفتوش غير بعد ما روحنا. احنا ركبنا عربيتي انا وبابا واحمد ورحنا على امبابه نوصله. فهو ايده بتترعش وهو عايز يحط المفتاح في الباب، ايده بتترعش ومش عارف ينشن. جواه حاجات كتير، انه راجع لها، عايز يقول لها انا اهو بعد كام واربعين سنه طلعت في التلفزيون، وكمان طلعت ولادي جنبي. يا سلام. يعني هم انا سبعك دلوقتي، انا وحش الجبال يعني. فالمشاعر الكتير وفرحته بيا وباحمد، وطول السكه عمال يطبطب علينا احنا الاثنين ويقول لي يا حبيبي انتوا دخلتوني الجنه، يا حبيبي انتوا دخلتوا حاجات كده يعني. هو ليه اراء صوفيه كده، افكار. المهم فاحمد حل المشكله وانه ضرب الجرس، ففتحت الباب، فشفت في عينيها وحياه ربنا شفت في عينيها شريط الكام واربعين سنه اللي فاتوا دول من قعدتها وهي بتقول له الله يا ابراهيم، وهو بيغني جوه الله يا حبيبي، وايمانها وانها هي ما تعرفش اهلها ان هي مثلا في مكنه خياطه ولا يعني الكلام ده، عشان يبقى هو دايما اللي جايب الفلوس. حكايه انها شايفه ان ابويا ده او ان جوزها ده احسن حاجه في الدنيا. وكمان ولادها الاثنين شحطه كده واقفين جنبه. فطبعا شفت الشريط الحاجه و40 سنه، كان ساعتها كان فات مثلا على جوازهم 40 او 41 سنه. الشريط ده كله بيمر في عينيها وكميه عاطفه وحب، وهي ما بتبكيش بسهوله. عينيها بتلمع والدموع مش راضيه تنزل. لانه هي مش دموع فرح بس، دموع عوض او تعويض عذاب الكام و40 سنه. وانا متاكد انها لو كانت طلعت كانت طلعت كده الدموع، مش طلعت مش نزلت كده. يا سلام. فقد ايه قويه وفرحه، ابتسامه فيها حزن كده مخلوطين ببعض ما تفهمش ازاي. ونفسها تحضنه وهو نفسه يحضنها، بس محرجين مننا احنا الاثنين. فروحنا انا واحمد في وقت واحد، رحنا رايحين على الشقه الثانيه، احنا قدامنا شقه ثانيه كده، وسبناهم بقى يصطفوا يعني يحضنوا بعض بقى يعيطوا يفرحوا شويه كده. وبعدين جولنا بقى الاثنين بعد 10 دقائق ولا حاجه. كان هو حاسس ساعتها وانا واحمد حاسين ان هي اللي غنت مش احنا والله. الله. الست دي امي.